إذن إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم من أسرة إلهام القيواس، سعداء بلقياكم مرة أخرى. معي البطل والإطار والمدرب سي المدن العربي، عداء سابق في المنتخب الوطني، مثل المغرب في عدة محافل دولية، ويشتغل اليوم مدير تقني للوداد الرياضي الصرحيني. قبل ذلك، بالنسبة للأجيال العدائين الجدود اللي الآن يمارسون فئات الصغار والفتيان والشبان، ما تعرفوش الأبطال القدامى ديالنا، بغيت نتعرفوا اليوم. السي العربي، البالماريس ديالك، المشاركة الدولية ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكر السي أوبا على هذه الاستضافة في العاب القوى المغربية. العربي الممثل فهو بطل وطني في 5000 و 10000 والعدول فيما يزيد على 5 مرات ولا 6، بطل وطني مدرسي كذلك، بطل المغرب العربي مدرسي، بطل المغرب العربي مرتين شبان وكبار، شارك في 3 بطولات العالمية في روما في إيطاليا في سويسرا والبرتغال، شارك 5 مرات بطولات العالم العسكرية وفزنا بها، وصيف بطل المغرب العربي في ألعاب القوى 5000 و 10000 في تونس، وصيف بطل المغرب العربي في 10000 هنا في المغرب في 83، بطل المغرب العربي في العدوري في تونس، وصيف بطل المغرب العربي فردي وميدالية ذهبية جماعي بليبيا. إذا مجموعة من الألقاب اللي حصل عليهم سواء في الفردي أو الجماعي، والحمد لله 10 مجموعة ديال الأبطال الكبار، خالد سكاح، يسونا والمتوكين، زهابي دوان، سعيد عويطة، فوزي اللهبي، حسن يضرامي، ليلى بزاء، عوام فاطمة الله رحمه وسع عليها في هذه المناسبة اللي كانت أخت وزميلة في ألعاب القوى وخدمة التربية البدنية، والحمد لله 10 مجموعة ديال المدربين العربي الحوضي اللي تنشكرو بهذه المناسبة، خويا علي، سي فوزي اللهبي كذلك اللي تكوننا عليه وحصلت على الدرجة الرابعة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالسنغال، مسافة نصف طويلة وطويلة، والحمد لله حنا تنشتغلو تنكونوا الأبطال. وسنويا الوداد الصغير تتزود المراكز الجهويه بابطال، وتتزود المعهد الوطني بابطال بحال الدفاعي بحال شرف زهير وابطال اخرين اللي الحمد لله حنا غاديين في المسار، وتنتمنوا التوفيق لالعاب القوى. قول يا سي مدن، فنضبطوا واحد السباق تاع دوري فيه مؤخرا بالقلعه، وكان عارف واحد النجاح كبير وكبير جدا، شي كلمه حول السباق اللي داز بالقلعه. وتحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه العاب القوى وعصبه مراكش تنسيف الحوز لالعاب القوى، توضعت فينا الثقه في جمعيه الوداد الرئيسيه لالعاب القوى باش ننظموا السباق الجهوي، الحمد لله، وكان ناجح بمشاركه 16 جمعيه ونادي و 386 عداء وعداء، 30 مؤطر، 40 من اللجنة التنظيمية ما بين الحكام واللجنة، والحمد لله، وعرف نتائج وتنافس شريف بين جميع الأندية، وجميع الأندية والحمد لله كلها اللي حضرات نوهات بالتنظيم الحكام ونوهات بالجانب لا التقني ولا التنظيمي، اللي مر في نوع من الشفافية والوضوح، وهذه الاستراتيجية هي ديال الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى اللي رسمتها، وحنا غاديين عليها باش يكون واحد التمييز وتألق دوليا وعالميا واولمبيا. الوداد الصرغيني، فتكلمنا شويه على الوداد الصرغيني، كيفاش دايره، كي كانت السنه الفريطه، شحال الكلاسات، كي داير العمل هذه السنه. وهو اللي يمكن نقول هو ان الوداد الصرغيني تاسس سنه 2011 الحمد لله، ومشينا في واحد المسار تصاعدي مهم جدا، بحيث اننا بدينا الرتبه 56، تحولنا الرتبه 30، تحولنا الرتبه 16، تحولنا الرتبه 11، ثم الرتبة السادسة، وصلنا لواحد المستوى كبير، والهوية اللي زودنا به المراكز الجهوية بعدد كبير على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد المعاهد. مع الأسف الموسم الفارط حصلنا على الرتبة 63، وهي نتيجة لا تشرف، وهذا راجع لمجموعة ديال الإكراهات. أولها تتعرفوا العداء اللي توصل الشبان والكبار بأن تدعو الكندية ديال الكبيرة، وغادروا النادي كامل تقريبا، راه ما يزيد على 15 عداء اللي تحولوا للجمعيات، وهذه هي سنه الحياه. الهدف ديالنا حنا التكوين، والحمد لله بدينا هذه السنه في التنقيب
والاكتشاف المواهب باش نزرعوا دماء جديده في الجمعيه ان شاء الله ونرجعوا المكانه اللي تنستحقوها. ثم كاين واحد الاكراه كبير وكبير جدا سي اوبو تعرفوا والجامعه حتى هي راه غاديه فيه من اجل احداث حلبة مطاطيه. والسؤال اللي كنت غنطرح الان حلبة مطاطيه كان بروجي عندكم على انه يمكن تكون حلبة مطاطيه عندكم في القلعه وفين وصل هذا البروجي هذا؟ وهو الحمد لله احنا كتبنا للسيد رئيس الجامعه ومكتب المديري السيد العام الكتب ووفرنا العقار واحد 10 ديال المقطار والمكان ديال الحلبة موجود وتنتمناو ان شاء الله باش الجامعه تعطي واحد الدفعه قويه للمزيد من انشاء وحدات الحلبات المطاطيه وتكون منها قلعه سرغنه لان الحلبة المطاطيه غتعطي اكثر جاذبيه وتكون ممارسه صحيه وسليمه للعداءات والعدائمين باش يتيقوا فينا. ولهذا في هذا المنبر هذا طلبوا من السيد رئيس الجامعه والمكتب المديري باش يلتفوا الانديه اللي هي نقولوا صغيره في المدن ديالها ولكن كبيره في العطاء ديالها وكيف باش تحدث حلبات مطاطيه باش يمكن لنا نسايروا هذا التطور السريع اللي غادي فيه العاب القوى ان شاء الله. سي المدن استاذ مدى التربيه البدنيه فالبارح احتفلوا في العالم اليوم العالمي لاستاذ مدى التربيه البدنيه فانا كخصص لها واحد الحلقه على استاذ مدى التربيه البدنيه شي كلمه في حق اساتذه التربيه البدنيه. وهو كيف انا تبعت الحلقه والحمد لله تنوه بالعمل الكبير اللي تيقوموا به اساتذه التربيه البدنيه والرياضيه في مختلف الاسلاك لا السلك الابتدائي ولا الاعدادي ولا التاهيلي رغم الاكراهات اللي كاينه بحيث ان مجموعه ديال المؤسسات ما بقات فيهمش الجمعيه حصص الجمعيه الرياضيه المدرسيه ولا اكراه كبير باش التلاميذ يمارسوا هذه الرياضه المفضله ديالهم كما كان الحال اساتذه التربيه تيقوموا ويمكن ناكد على انه بدون مؤسسات تعليميه بدون اساتذه تربيه بدنيه ما يكونش تطوير ديال العاب قوى خاصه مجال الاكتشاف والتنقيب لان العدائين الحمد لله ربما يكون قال لك انا انطلقت من الرياضه المدرسيه وربما اول عداء على الصعيد الوطني ولجت المنتخب الوطني المدني وفزت به بطوله المغرب العربي والاول كروس فيدرالي ديال منير الدكالي هنا كان في الرباط ما كانتش تتوفر على الرخصه. ونعطيك واحد المقاربه اللي عشتها هو انه في سنه 79 80 كان المنتخب الوطني المدرسي بثانويه الحسن الثاني هنا بالرباط في طربوس وكان بالموازاه ديالو المنتخب الوطني للمنتخب الوطني المدني في الرباط هنا في الرباط هنا وتلاقينا في السباق ديال المنيون الدكري باش المنتخب الجامعه الملكيه المغربيه العربيه تختار المنتخب الوطني المدني اللي غادي يمشي يشارك بطوله المغرب العربي ويشارك بطوله العالم اللي كانت بروما والرياضه المدرسيه باش يختاروا منتخب مدرسي. المنتخب الوطني المدرسي الست الاولين كلهم من المنتخب الوطني المدرسي وكنت انا الاول فيهم ومن ثم دخلت المنتخب الوطني باش شاركت بطوله المغرب العربي تونس وفزت بها وفزت هنا بطوله المغرب العربي في المدني هنا بالسويس. اذا راه الرياضه المدرسيه قويه بموازات مع الرياضه المدنيه تيكملوا بعضهم وهذا هو الهدف وهذه الاستراتيجيه اللي غادي عليها الجامعه الملكيه المغربيه للعلاقه ولا المديريه الوطنيه للرياضه المدرسيه. شكرا سي المدن على الكلمه الطيبه وعلى الصراحه ديالو نتمنوا ليه التوفيق والنجاح في المسار المهني ديالو وفي الحياه ديالو ان شاء الله بخير وعلى خير الله يطول عمرك. شكرا اخي العزيز. شكرا.